حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض الدكتور عبد الله العساف، أستاذ الإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. مساء الخير أستاذ عبد الله. طبعا سعادة وزير شؤون الإعلام قال بأن التسجيل الصوتي المسرب بين رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم وأمين عام جمعية الوفاق المنحلة بحكم قضائي مثل حلقة خطيرة في سلسلة التآمر القطري على أمن واستقرار البحرين والخليج العربي. ما تعليقك حول ما جاء في مضمون التسجيل الصوتي؟ أنا أعتقد أنه اليوم ربما هذا التسجيل الصوتي هو أبلغ رد على من ربما متشكك كثيرا من العداء القطري والممارسات السياسية القطرية تجاه الخليج. اليوم المملكة البحرين وضعت العالم أجمع أمام حقائق ثابتة ودامغة بالصوت والصورة التي لا يمكن اليوم إنكارها. أشخاص موجودين لا تتحدث عن شخصيات هلامية أو شخصيات نكرة، بل شخصيات معادية لكيان الخليج بشكل عام ولمملكة البحرين بشكل أخص. أيضا اللغة التي موجودة اليوم بين طرفي الحوار الإرهابيين سواء كان حمد بن جبر أو كان علي سلمان، كلاهما اللغة تنم عن أنه هناك تواصل، هناك لغة ودية كبيرة بينهم، هناك لقاءات كبيرة، هناك تخطيط وتآمر على مملكة البحرين. اليوم اللغة عندما نحلل الخطاب نجد أنهم بينهم كلمات مشتركة وبينهم ميانة وبينهم عتب على بعض وبينهم تمرير كلمات ورسائل ود. إذن اللقاء ليس لقاء عفويا وليس لقاء صدفة، بل سبقته المجموعة من اللقاءات التآمرية والتخطيطية. اليوم للبحرين الحق وكامل الحق في أن ترفع قضيتها إلى اللجان الدولية أو المنظمات الأممية، بل حتى إلى محكمة الجنايات الدولية بطلب مثول حمد بن جبر أمامها، لأنه مول جماعات إرهابية محظورة أدت إلى قتل وتدمير الإنسانية وممتلكات في المملكة البحرين، وهذا من اختصاصات المحكمة الجنائية. إذن قد يطلب بشخصه لا بحكم الدولة لكن باسمه الشخصي، لأنه مول جماعات محظورة بالسلاح وبالمال وبالتوجيه المعنوي وتسخير قناة الجزيرة للتحدث باسمهم وتوجيههم وإعطائهم التعليمات. إذن كل هذه أدلة دامغة اليوم تدينه وتجعله يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية. نعم أستاذ عبد الله، برأيك يعني ما هي الإجراءات المناسبة التي من الممكن اتخاذها في أعقاب هذا التقرير الذي يكشف حجم التآمر القطري؟ وأتحدث هنا يعني أنت تحدثت على المستوى الدولي، يعني بإمكاننا أن أو بإمكان مملكة البحرين أن ترفع قضية بحكم هذه الأدلة الموثقة، لكن على المستوى الإعلامي كيف من الممكن أن يتبلور الخطاب الإعلامي المحلي و الخليجي أيضا لمواجهة مثل هذه الـ يعني الأدلة التي تثبت تآمر قطر على دول المنطقة؟ اليوم أنا الحقيقة تحدثت قبل فترة عن مثل هذا الموضوع، واليوم أنا أعيد ذات الكلام وذات الحديث. يجب أن لا تتحدث مملكة البحرين منفردة، يجب أن لا تتحدث المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر والإمارات العربية منفردة. يجب أن نشكل اليوم غرفة عمليات إعلامية مشتركة تتحدث بلغتنا، تستطيع إنتاج أكثر عدد مضامين من الخطابات سواء الموجهة للخارج والموجهة للداخل، لأن المضامين اليوم تختلف عندما تخاطب العقلية الغربية يختلف عن عندما تخاطب العقلية العربية. يجب أن تكون اليوم قرارنا السياسي كان موحدا وواحدا وقويا، اليوم يجب أن يدعم ويرفض بخطاب إعلامي قوي جدا، ولكنه قرار إعلامي مشترك صادر من غرفة عمليات واحدة مشتركة يتم العمل عليه وفق المعطيات والدلائل ولغة الحوار واللغة الإعلامية الحاضرة، وينتج هذا الإعلام وهذا الخطاب الإعلامي للخارج والداخل عبر منصاتنا الإعلامية الرسمية التي تستطيع أن تصل، أيضا عبر شخصياتنا التي لها طريقة في الحوار والتحاور مع الآخرين، الشخصيات الدبلوماسية، الشخصيات الإعلامية، أيضا عبر منافذ القوى الناعمة. يجب أن يكون لنا اليوم دور أن نوظف القوى الناعمة في مثل هذه المعلومات. قطر سبقتنا منذ 20 عام وهي تسخر قوة الإعلام والقوة الناعمة، ونحن اليوم من 3 أشهر ارتكنا إلى وسائل إعلامنا. إذن يجب أن تكون جهودنا مشتركة حتى يكون خطابنا إعلاميا وقويا ومؤثرا. نعم، من الرياض الدكتور عبد الله العساف أستاذ الإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، شكرا جزيلا لك.